بسم الله والابن والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات ايات وحكايات. انت تنظر الى العينين اما الرب فينظر الى القلب. هو دي الحقيقه، ان احنا دايما نبص للعينين، يعني بنبص على الشكل. ده محترم، دي شيك قوي، ده شكلها جميل، ده شكله مش حلو، ده غني، ده فقير. لكن ربنا مش بيبص على كده، ربنا دايما يبص على القلب. واللي ساتر الناس هو ربنا، واللي عارف أسرار الناس هو ربنا. وفي قصص كتيرة قوي من سير القديسين بتبين ان القديسين دول ما كانوش معروفين، وخصوصا القديسين القديسات اللي عملوا نفسهم رجالة ودخلوا والناس ما كانتش عارفهم حتى في الأديرة بتاعتهم. يعني في قصة جميلة قوي عرفت عنها وأثرت فيها جدا. يعني ليه؟ لأنها حصلت في أيامنا. يقول لك في أيام البابا كيرلس السادس، البابا كيرلس كان عايش في البطرخانة القديمة، والبطرخانة القديمة شارع الكنيسة المرقسية في كلود بي، وده شارع كان مشغول كده على طول، لكن في الشتاء بتبقى الدنيا هيئة قوي. وجي واحد وقعد جنب البطرخانة أو الكاتدرائية، ساعتها ما كانتش قديمة، كانت هي اللي موجودة يعني، كان فيها بطاركة كتير عاشوا فيها، وراح عمل لنفسه زي عشة صغيرة كده على أول سور البطرخانة. وكان الراجل اللي فيها راجل طيب اسمه عم واسيلي، وعم واسيلي ده الناس كانت بتحبه وبتعطف عليه، وهو راجل لا كان بيتكلم ولا كان بيعمل حاجة، بس مجرد قاعد في العشة بتاعته وبيحضر قداسات بعض أحيان ويرجع للعشة بتاعته ما بيعملش حاجة. وفي يوم من الأيام أبونا دخل الكنيسة الصبح، فعم واسيلي قال له: لو سمحت يا قدس أبونا قول لسيدنا البابا عم واسيلي عاوزك. واسيلي عاوزك. فرح أبونا قعد يتريق ويضحك معاه ويقول له: حاضر يا عم واسيلي، أنا أخلي قداسة البابا يجي قبلك في المكتب بتاعك، ويضحك معاه. لكن عم واسيلي كان جد قوي المرة دي وقال له: لو سمحت يا قدس أبونا قول لقداسة البابا واسيلي عاوزك. فأبونا قال له: حاضر، ربنا يسهل وربنا يرتب وهنشوف وهنحاول ومش عارف ايه. ودخل يعني الكنيسة، وصلوا القداس ومفيش مشكلة، ما قالش للبابا، هيقول له ايه؟ في واحد شحات، الشحات اللي على باب الكنيسة بره عاوز قداسة البابا. البابا ده حاجة عظيمة قوي، عم واسيلي ده راجل غلبان. وجه بعد عشية بقى، يعني طول النهار، وجات العشية وسيدنا البابا خلص العشية، لكن قداسة البابا في العشية كان ايه؟ مستعجل ومش عاوز الناس وعاوز يمشيهم بسرعة ومحدش فهم ليه كده. وبعد ما خلص البابا بسرعة دخل اوضته وراح قلع العمة وقلع وساب العصاية وحط الشال كده بسرعة، وكان البابا راجل كبير برضو يعني، وقرر يطلع على رجليه برا البطرخانة. طبعا البابوات ما بيتحركوش إلا جوه العربية عشان الناس ما تهجمش عليهم وتحاول تاخد بركته، لكن البابا غطى نفسه بالشال وحاول يطلع لبرا. فاتنين تلاميذه جريوا عليه: سيدنا ما يصحش، انت رايح فين سيدنا؟ قال له: خليك يا ابني، خليك انا لازم ارضى. فراحوا هم تابعوه، يعني مشوا وراه من بعيد شوية، لكن مش قادرين يسيبوا ابوهم. فطلع البابا مشي جنب سور البطرخانة وراح عشة عم واسيلي، وسمعوه بيقول لعم واسيلي: حقك عليا يا ابني، حقك عليا يا واسيلي، انا ما عرفتش الا دلوقتي بس. ربنا ما ادالوش خبر الا متاخر. ودخل العشة بتاعت البابا بتاعت عم واسيلي قداسة البابا بنفسه، وقعد على الحجر بتاع في، ما هو ما عندوش كرسي، قعد جنبه على حجر كده. البابا داس على نفسه لغاية ما نزل على الحجر، وقعدوا يحكوا كتير. وبعد ما قعد يحكي جه البابا يقوم علشان يمشي، مش قادر يقوم، فجريوا عليه الاتنين تلاميذه سندوه علشان يقوموه، وسمعوه هو بيقول لعم واسيلي هو ماشي: خلاص يا واسيلي، الساعة 12 يا واسيلي، ماشي الساعة 12، ربنا معاك، ربنا معاك، ما تنسانيش. استغربوا قوي ايه العلاقة بين قداسة البابا
المعظم البابا كيرلس السادس القديس، وبين واحد شحات قاعد على باب البطرخانة، ودخلوا وقفلوا وقالوا ايه، احنا كل يوم الساعة 11 باين ولا 12 نطلع نبص. هل عم وسيلي هيمشي الساعة 11؟ هيمشي الساعة 12؟ هيسيب المنطقة؟ حد هيجي ياخده؟ ما حدش فهم حاجة، بس هما سمعوه هو بيقول الساعة ايه 11. فطلعوا التلميذين في نفس الليلة دي برا البطرخانة وفتحوا الباب بالراحة عشان يبصوا على عم وسيلي. الساعة 11 بالليل العشة بتاعت عم وسيلي ولعت نار، والنار كانت جامدة جدا، وهم ارتبكوا مش عارفين يعملوا ايه، لكن فوجئوا ان في وسط النار دي طلع عم وسيلي واقف من النار وطالع لفوق، وده ما كانش جسد عم وسيلي، ده كان روح عم وسيلي. وهو طالع كده لفوق لقيوا البابا راح فاتح الشباك بتاعه وقال له ما تنسانيش قدام عرش النعمة وسيلي، جاي لك قريب، اوعى تنساني قدام عرش النعمة وسيلي. وقعدوا يسلموا على بعض، وعم وسيلي طلع استمع في احتفال مهيب، ولما بصوا على العشة ما كانش في نار ولا حاجة، ده كان النور اللي جه عشان ياخد روح عم وسيلي، ولقيوا عم وسيلي مسجع على الأرض، جسده مسجع، وراحوا خدوه وسلوله ودفنوه في إكرام، لأنه كان راجل قديس مين يعرف عنه؟ محدش يعرف عنه حاجة. إذا كان واحد من القديسين السواح أو القديسين الكبار اللي قرر يجي يعيش جنب البابا القديس اللي هو حبه، وفعلا لغاية ما سلم عليه وهو طالع السماء. ما نحكمش على الشكل، ما نحكمش بالعينين، يمكن الرجل اللي انت مقابله وانت داخل الكنيسة فقير قوي ده هو يسوع نفسه، ويمكن واحد من القديسين ردي يجي يشحت لكن هو اصلا رجل قديس كبير. ربنا يدينا كلنا ان احنا نحترم كل الناس ونحب كل الناس ونصلي من اجل كل الناس، ويدينا العين الحلوة اللي بتشوف الناس بكل احترام، سواء فقير او غني، كويس او وحش، احنا ملناش دعوة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الان والى الابد، امين.